بالنسبه لنا المرحله الان تقتضي نقاش ينصب اكثر حول المستقبل، شنو غنديروا في مستقبل حزب العداله والتنميه. هذا كيرتبط بالحسم في الخط السياسي اللي غنختاروه، والخط السياسي اللي غيختاروه المؤتمرين راه عنده من سيتمثله ومن سيتمكن من تفعيله على ارض الواقع من القيادات، ولذلك هذا النقاش هو اللي غيفرز القياده اللي بغينا. واش عبد الاله بن كيران ام غيره هذا غيرتبط بالنقاش، ولكن انا رايي كنعبر عليه بشكل دائم، حزب العداله والتنميه لازال يحتاج الى شخصيه من حجم الزعيم عبد الاله بن كيران بالاداء ديالو، المغرب كله باقي محتاج به. ثانيا انا بالنسبه لي النقاش ديال اليوم ما كيتعلقش بالاشخاص، حزب العداله اليوم بن كيران ماشي شخص، ماشي شخص عادي، كيران زعيم سياسي كيمثل اختيار عنده امتداد شعبي، هادشي خصو يتطرح على الطاوله. كانت اراده خارج الحزب هي التي جعلت المسار ديالو يتوقف في رئاسه الحكومه، اليوم القرار داخلي ديال حزب العداله والتنميه باش يعرفوا هاد الشخصيه من حجم عبد الاله بن كيران بما اعطته بما يمكن ان تعطيه شنو هو الموقع المناسب لها، وهذا اختيار ديمقراطي محض ديال المؤتمر، يعني رحنا لازلنا في اطار القواعد الديمقراطيه. هو اللحظه التي يعيشها الحزب تقتضي مناقشه عميقه وعميقه جدا، خاصه ما يروج عبر وسائل الاعلام وانتظارات الشعب وانتظارات القواعد، هو في شأن تعديل المواد الذي ذكرت. حقيقة أكيد أن الأمين العام سي عبد الإله بن كيران رجل صنع التاريخ وصنع الحدث، صنع التاريخ وصنع الحدث، إلا أنه ما يلاحظ شخصنة الحزب شيء كذلك خطير جدا، خطير جدا، يجب أن نتجاوزه، لأن للحزب مناضلين وهناك شخصيات وهناك قناعات وهناك قوانين، ولكن إذا اقتضت الضرورة إعادة النظر في مقتضيات القانونية من أجل تركيز بعض الثوابت، من أجل الاستمرار في الإصلاح في الاستقرار، من أجل الاستقرار، فعبد الإله بن كيران هو أولى بذلك. المؤتمرين سوف يحددون، سيختارون من هو أمين العام المرحلة القادمة. سي عبد الإله بن كيران حاليا هو الزعيم الذي يحظى بشعبية أكبر لدى الرأي الوطني. أعطيكم مثال، الحزب ديال حزب المسيح الديمقراطي الألماني الزعيمة ديالو ميركل تترأس الحزب منذ سنة 2000، وهي مستشارة ألمانية منذ سنة 2005، فبالتالي لماذا سنحرم أنفسنا من قيادي تاريخي عظيم له واحد الكاريزما حقق لهذا الحزب ما لم يحققه لأحد من قبل ولا أعتقد في المئة سنة القادمة، وبالتالي يجب الاستفادة من الكفاءات كلها ودعم، أنا شخصيا ما أدعم سي عبد الإله بن كيران لولاية ثالثة ولمحطة رابعة ما دام قادر العطاء، ما دام وفيا لمشروع الإصلاح ومواصلة الدفاع عن مصالح الشعب. في هذه اللحظة هذه كنعتبر أنه مازال محتاجون في القيادة، هذا رأيي الشخصي جدا جدا، ولكن كيف ما قلت القرار الجماعي هو الذي سيكون الأصوب، سواء كان القرار ديال الولاية الثالثة أو ماشي الولاية الثالثة، لأنه حنا معروف أنه لا نتخذ القرار بالتصويت فقط، يعني ماشي المعطى عددي، ولكن نأخذ القرار عن طريق واحد التداول واحد التشاور، يعني كنديروا واحد النقاش داخلي، بالتالي هذاك النقاش يمكن أن يؤدي لنا نتائج حنا كنا ما كناش متصورينها، وهذا الان وكنظن انه الان خاص يجب ان نحتكم كيف ما قلت الديمقراطيه الداخليه مع اخلع بعين الاعتبار، نفتح المجال الاعضاء والخيارات الاعضاء بشكل اوسع باش يقدروا يختاروا. اذا كان من جمله الجواب على هذا السؤال ما يقتضي ان نفتح المجال حتى الاستاذ عبد الاله بن كيران اللي قضى جوج الولايات على راس الحزب، فأنا أعتقد أين هو المشكل؟ أين هو المشكل؟ منهج الحزب عدالة وتنمية هو منهج قائم على أن يختار مسؤوليه بالانتخاب، ولا أحد سمعته يدعي بأنه علينا أن نراجع هذه القاعدة، وأن المسؤولية التنظيمية هي مسؤولية محدودة في الزمن، يبقى هل هي يعني ولاية واحدة أو ولايتين أو ثلاث ولايات أو أنا قلت هذا، أنا قلت أن هذا جزء من، أنا لا أريد أن أحشر أن أضيق على نفسي وأن أبقى رهين الجواب عن سؤال مباشر ديال ولايتين أو ثلاث ولايات عبد الإله بن كيران مع دابا، أنا أتساءل أو أطرح سؤال عارض، ما هي القيادة السياسية المطلوبة للمرحلة المقبلة للجواب على التحديات التي سلف وأن وضحتها، وبالتالي الأمور مترابطة.